السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ سنة تالتة إعدادي، إن شاء الله بإذن الله حتة كده بس بسيطة هكمل لكم بيها الجزء اللي كنا وقفنا فيه أو كملناه بسرعة كده فأنتم ما استوعبتوهوش كويس. Some concepts of the spherical mirrors. Reflecting surface بتاعها not plane مش مستوي، curve يعني بارت اوف سفير. بس هنا الريفلكتنج سيرفيس احنا عارفين يا اولاد زي ما انا قلت لكم ان اللاينز الشرط اللي هي في الباك دي ريبريزنتس الباك اوف ذا ميرور، الشرط اللي احنا بنعملها دي بتمثل ظهر المرايه. يبقى الريفلكتنج سيرفيس هنا هو مين؟ الانر سيرفيس اوف ذا سفير ويتش ذا ميرور از بارت اوف. دي بنسميها ايه بقى؟ تمام، كونكيف ميرور، ودي بنكون كونفرجنج اوف لايت يعني كولكت ذا لايت، بتجمع اللايت. الكونكيف ميرور ات از ا ميرور اتس ريفلكتنج سيرفيس از ذا انر بارت انر سيرفيس اوف ذا سفير ويتش ذا ميرور از بارت اوف. يعني ايه يا مستر كده؟ يعني انا لو اعتبرت الميرور دي بارت من السفير دي او الانر ريفلكتنج سيرفيس، احنا قلنا الشرط دي هي الباك اوف ذا ميرور، يبقى الريفلكتنج سيرفيس هو الانر part او inner surface of the sphere which the mirror is part of. اي الميرور اهي part من sphere، reflecting surface بتاعها هو inner part of the sphere which the mirror is part of، يبقى دي بنسميها concave mirror. اوكي طيب تعالوا بص هنا كده بقى، انا عكست هنا انا خليت الشرط من جوه، يبقى هنا reflecting surface الاوتر سيرفيس تمام، وبرضو زي ما انتم شايفين الريفلكتنج سيرفيس كيرفد نوت بلين وبارت اوف ذا سفير، بس ويتش بارت هو الريفلكتنج سيرفيس؟ برافو، دي بنسميها كونفكس ميرور. ويتش بارت اوف ذا ميرور از ذا ريفلكتنج سيرفيس؟ تمام، ذا اوتر بارت، ذا اوتر بارت از ذا ريفلكتنج سيرفيس اوف ذا سفير ويتش ذا ميرور از بارت اوف، يبقى دي بنسميها كونفكس ميرور. لو قال لي في الامتحان it is a mirror its reflecting surface is a part of holosphere بس، ما حددش inner ولا outer، يبقى اقول له spherical mirror بس. حدد وقال inner part يبقى اقول له concave، حدد وقال outer part يبقى convex mirror. تمام اوكي طيب صح كده معايا بقى. اي sphere any sphere has center of curvature، any sphere has center تمام، واحنا عندنا السفيريكال ميرور بارت اوف سفير، فبنسمي السنتر بتاع السفير اللي الميرور بارت اوف ات سنتر اوف كيرفيتشر. تمام، يبقى دي السنتر اوف ذا سفير ويتش ذا ميرور از بارت اوف اند ذا سيم ان ذا كونفكس ميرور. تمام، نفس الكلام في الكونفكس ميرور، السي دي هي السنتر اوف ذا سفير ويتش ذا ميرور از بارت اوف، الاثنين دول بنسميهم ايه؟ برافو، سنتر اوف كيرفيتشر، سنتر اوف كيرفيتشر، مركز التكور، لان هي مش كره كامله، احنا لما نكملها كوره يبقى لها سنتر. اوكي، ايه هو بقى وات از مينت باي سنتر اوف كيرفيتشر اوف ذا ميرور؟ بنقول ان هو ذا سنتر اوف ذا سفير ذات ذا ميرور از بارت او از ا بارت اوف. تمام يا شباب. طيب انا لو خدت بوينت في الميدل بالظبط بتاع الريفلكتنج سيرفيس تاتش ات هنا كده تمام في الكونكيف ميرور زي ما انت شايف بوينت ان ذا ميدل اوف ذا ريفلكتنج سيرفيس، او هنا كده في الايه في الكونفكس ميرور برضو نفس الكلام بوينت ان ذا ميدل اوف ذا ريفلكتنج سيرفيس، دول بنسميهم ايه يا اولاد؟ برافو، بنسميهم يا مستر بول اوف ذا ميرور او ميرورز بول، وبنرمز له بالرمز بي. تمام، وبنقول ان هو مين؟ برافو، ات از ذا بوينت ان ذا ميدل اوف ذا ريفلكتنج سيرفيس اوف ذا ميرور. تمام اكسلنت. طيب تعالوا بصوا كده معايا هنا، دي احنا قلنا مين؟ ويتش ميرور دي؟ برافو، دي كونكيف ميرور. واي؟ عشان الريفلكتنج سيرفيس ذا انر بارت اوف ذا سفير ويتش ذا ميرور از بارت اوف، الشرط من بره، يبقى الريفلكتنج سيرفيس انر. تمام طيب لو انا يا اولاد بصيت برضو في الكونفكس ميرور نفس الكلام، برضو عندي لها سنتر وعندي لها بول زي ما شرحنا في السلايد اللي فاتت. تمام، انا بقى لو خدت ستريت لاين باسنج ثرو سي والبي، باسنج ثرو سنتر اوف كيرفيتشر اند بول اوف ذا ميرور، في الاثنين في دي او في دي، بنسميه ايه بقى؟ اهو ستريت لاين باسنج ثرو سي اند بي، سنتر اوف كيرفيتشر اند بول اوف ذا ميرور، ونفس الكلام في الكونفكس.
دول بنسميهم ايه يا ولاد؟ برافو، برنسبل ايه؟ برنسبل اكسس. يبقى البرنسبل اكسس، يبقى البرنسبل اكسس ايه هو؟ تمام، ذا ستريت لاين باسنج ثرو سي ان بي اوف ذا سفيريكال ميرور. طيب لو انا بقى اخدت اني ستريت لاين باسنج ثرو سي اند اني بوينت اوف ريفلكتنج سيرفيس اكسبت البي، يعني يمر بالسي بس ما يمرش بالبي، يمر باي بوينت على الريفلكتنج سيرفيس غير البي، بنسميه سكندري اكسس. ممكن ده نقول عليه سكندري اكسس، ممكن ده نقول عليه سكندري اكسس، نفس الكلام في الكونفكس، ممكن ده نقول عليه سكندري اكسس، مر بالسي وما مرش بالبي، مر ببوينت ثانيه غير البي، من لازم يمر بالريفلكتنج سيرفيس. تمام، يعني بوينت يمر بالسي اوف سنتر اوف كيرفتشر، واني بوينت من الريفلكتنج سيرفيس غير البي اكسبت البي. تمام، دول بنسميهم سكندري اكسس، سكندري اكسس. تمام، برافو عليكم. اوكي طيب تعالوا بقى معايا، ركزوا لي قوي في اللي انا هقوله بقى دلوقتي. احنا عندنا دلوقتي دي كونكيف ميرور، ريفلكتنج سيرفيس از ذا انر بارت اوف ذا سفير ويتش ذا ميرور از بارت اوف. دي كونفكس ميرور، الريفلكتنج سيرفيس از ذا اوتر بارت اوف ذا سفير ويتش ذا ميرور از بارت اوف. تمام، لو انا جبت لايت ريز فولز على الاثنين ريفلكتنج سيرفيس، هنبدا بالكونكيف ميرور، ادي ري جاي فولز ها بارلل للبرنسبل ايه؟ اكسس. اللي يحصل له وات هابن؟ ات ريفلكتس ان فرونت اوف ذا ريفلكتنج سيرفيس، اهو حصل له ريفلكشن. طب لو جبت واحد تاني بلو ذا برنسبل اكسس تحت اهو، تمام، هنخلي اللون ديفرنت عشان نميز، خليته جرين اهو، تمام، برضو هيحصل له ايه؟ اهو بارلل للبرنسبل اكسس. اه برافو، هيحصل له يا مستر ريفلكت برضو ايه؟ ان فرونت اوف ذا ريفلكتنج سيرفيس اوف ذا ميرور. اه لاحظ بقى هنا كده معايا التو ريفلكتد ريز ها حصل لهم انترسكشن، تقاطعوا مع بعض ان ا بوينت كولد ايه؟ فوكس، كولد ايه؟ فوكس. تمام، طيب ده الكلام ده في مين؟ في الكونكيف ايه؟ ميرور. الريفلكتد ريز نفسهم هم اللي بيحصل لهم انترسكشن ان ا بوينت كولد ذا فوكس، بنسمي الفوكس دي ريل فوكس. ليه؟ قال لي علشان كان بي ريسيفد اون اسكرين، علشان هي ان فرونت اوف ذا ريفلكتنج سيرفيس، قدام الريفلكتنج سيرفيس، فبنسميها ريل فوكس. تمام، ودي بتكون في الكونكيف ميرور اللي هي الكونفرجنج، اللي بتجمع اللايت، كولكت ذا لايت. تمام يا شباب. طيب تعالى بقى في الكونفكس ميرور، انا هجيب برضو تو ريز بارلل للبرنسبل اكسس، بس خلي بالك ان الريفلكتنج سيرفيس هنا بيكون فين؟ برافو، بيكون اوتر. وخلي بالك برضو ان في الكونكيف ميرور السنتر اوف كيرفيتشر ان فرونت اوف ريفلكتنج سيرفيس، لكن في الكونفكس ميرور السنتر اوف كيرفيتشر ان ذا باك اوف ذا ميرور. تمام، اللايت ري اللي جاي ده بارلل للبرنسبل اكسس برضو هيحصل له ريفلكت، بس خلي بالك ان الكونفكس ميرور دايفرجنج، بتفرق مش بتجمع اللايت. تمام، اهو حصل له سكاتر. تمام، واحد تاني كمان اهو من داون ذا برنسبل اكسس او بلو ذا برنسبل اكسس بارلل برضو للبرنسبل اكسس، ها وات هابن؟ برضو هيحصل له سكاتر، هيحصل له ريفلكت برضو، بس سكاتر، مش هيحصل لهم كوليكشن دول، لان دي زي ما سميناها دايفرجنج ودي زي ما سميناها كونفرجنج، كونكيف كونفرجنج اوف لايت بتجمع الضوء، كونفكس ميرور دايفرجنج اوف لايت بتفرق الضوء. تمام، او سكاتر ذا لايت. اوكي طيب الريفلكتد ريز يا مستر ايمن هنا اللي هو ده وده مش بيحصل لهم انترسكشن. طيب لو خدت الاكستنشنز بتاعتهم، خدت امتداداتهم، يعني حطيت الرولر على اللاين ده واخدت اكستنشنز كده نقط كده، وبرده حطيت الرولر على اللاين ده واخدت اكستنشنز، اه حصل هنا انترسكشن، بس لمين؟ مش للريفلكتد ريز، للاكستنشنز بتاعت الريفلكتد ريز. قال لي برضو بنسمي البوينت اوف انترسكشن اوف اكستنشنز اوف ريفلكتد ريز في الكونفكس ميرور بنسميها فوكس، بس بنسميها فيرتشوال فوكس، بنسميها فيرتشوال ايه؟ فوكس. ليه يا مستر فيرتشوال؟ قال لي لانها بيهايند ريفلكتنج سيرفيس، كانت بي ريسيفد اون اسكرين، ما اقدرش استقبلها على حائل. تمام، يبقى الريل فوكس هي بوينت اوف ايه؟ تمام، ذا بوينت اوف انترسكشن.
of reflected rays نفسهم لما فولز ايه بارلل للبرنسبل اكس انتو اوف كولكشن انترسكشن نقطه التقاطع بتاعت الريفليكتد ريز وين ذس ريز فول بارلل للبرنسبل اكسس اوف ذا كونكيف ميرور. لكن الفيرتشوال فوكس هيبقى هو نفس الديفينيشن يا اولاد بالظبط، بس هنغير ايه بقى؟ طبعا كولكشن او انترسكشن الاثنين نفس المينينج تمام، بس هنخلي بدل ريفليكتد ريز اكستنشنز اوف ريفليكتد ريز، وبقيه الديفينيشن زي ما هو او زي ما انتم شايفين ذا سيم ديفينيشن. شلنا بس ايه، طبعا كولكشن هي انترسكشن، ما دي مش تغيير ولا حاجه، انا بس خليت بدل ريفليكتد لايت ريز خليتها اكستنشنز اوف ريفليكتد لايت ريز، وبقيه الديفينيشن زي ما هو تمام. طب يا مستر ايمن لو قال لي على طول كده، لو قال لي the point of intersection of collection of reflected rays of the ما تحددش قال ده او ده، في الحاله دي ما تحددش فوكس، هنقول فوكس بس، هنقول ايه؟ فوكس اوف ذا ميرور، ودي بنرمز لها باف كابيتال. وخلي بالك ان الفوكس بوينت نقطه بيحصل فيها انترسكشن يا اما للريفليكتد ريز يا للاكستنشنز بتاعت الريفليكتد ريز بوينت، فبنرمز لها برمز ايه؟ اف كابيتال. ده الفوكس اوف ميرور، فوكس اوف ميرور تمام. طب لو انا بقى يا مستر ايمن اخدت الديستنس من الفوكس للميرور للبول اوف ميرور او اي بوينت على الريفلكتنج سيرفيس اوف ذا ميرور، قال لي دي بنسميه ايه؟ فوكال لينث. فوكال لينث البعد بتاع الفوكس نفسها. يبقى لو قلت ذا ديستنس بتوين الفوكس اند ريفلكتنج سيرفيس اوف ذا ميرور، يبقى دي بنسميه برافو فوكال لينث. لاحظ معايا الفوكس اللي هو البوينت بتاع الانترسكشن اف كابيتال، اما الفوكال لينث اللي هو مسافه ديستنس ما بين الفوكس والبول، ها الديستنس دي بنرمز لها باف سمول. خلي بالك ركز، اف سمول دي مسافه ديستنس، فوكال لينث ها تمام، اما اف كابيتال دي بوينت نقطه، دي اسمها ايه؟ فوكس. حلو تمام. طيب يا اولاد لو انا احنا قلنا ان السفيريكال ميرورز هي بارت اوف سفير صح؟ اوف هولوسفير، اي هولوسفير ليه ريديس صح؟ طيب لما اقول ذا ريديس، ها ذا ريديس اوف ذا سفير ويتش ذا ميرور از بارت اوف، برافو، هتقول ايه؟ ريديس اوف كيرفيتشر، زي برضه سنتر اوف ذا سفير ويتش ذا ميرور از بارت اوف، قلنا سنتر اوف كيرفيتشر. يبقى لو قلت لك ريديس اللي هو radius of the sphere which the mirror is part of، هتقول radius of curvature. قال لي radius of curvature ممكن نعرفه definition تاني، نقول ايه؟ الdistance من السنتر للبول، من السنتر للبول او من السنتر للميرور، لان دي كده radius، من السنتر هنا لاي بوينت على الريفلكتنج سيرفيس اعتبرها radius تمام. طيب يبقى الradius ده لو انت اخدت بالك بقى دلوقتي، ها هتلاحظ ان الاف الفوكس ان ذا ميدل في النص بالظبط بتوين سي ام بي، يبقى معنى كلامي ايه؟ برافو ان الريديوس دبل الفوكال لينس، ان الريديوس اللي هو مين يا اولاد؟ اللي هو الديستنس من السي للبي، ها دبل الديستنس من الفوكس للبول لان الفوكس في النص، يبقى الريديوس اوف كيرفيتشر دبل الفوكال لينس، الريديوس اوف كيرفيتشر من السي للبي، الفوكال لينس من الاف للبي، والاف في النص، يبقى الريديوس اوف كيرفيتشر دبل الفوكال لينس. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت لك الفوكال لينس اوف سفيريكال ميرور 5 يبقى الريديوس اوف كيرفيتشر 10، لو قلت لك الفوكال لينس 2 سنتيمتر يبقى الريديوس اوف كيرفيتشر 4 دبل على طول، بنضرب تايمز 2. او لو انا اديتك الريديوس اوف كيرفيتشر وعايز الفوكال لينس، برافو هتعمل الريديوس اوفر 2، يبقى الفوكال لينس half radius of curvature او equal radius over 2. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.